بصي، انا اول مره اعمل كده، ومتهيألي انت فاهمه يعني ايه اني اقول لك ان لو شريف ده انت حاسه من ناحيته بحاجه فانا مقدره احساسك ده، بس الاحساس ده هيكون في اطار واضح، يعني مش هتشوفيه لوحدك، عاوزه تشوفيه يجي البيت هنا يشرف وينور قدامي حوالينا مع اخواتك كلهم. اوكي، عاوزه تكلميه في التليفون، تكلميه في الاوقات العاديه، مفيش بقى مكالمات نص الليل. ماشي ماشي. انا في الاخر والله بعمل ده علشانك، مش بس علشاني. انا مش هدفن راسي في الرمل واقول انك مش هتحبي، لان ده طبيعي في سنك، بس انا مش هقبل انك تكدبي عليا تاني. اوكي، انا وانتي هنكون واضحين مع بعض، وزي ما انا قابله بوضح عمري ما كنت هستوعبه فانتي كمان لازم تقبلي بيه. اوكي اوكي يا ماما. وتحترمي اتفاقنا مع بعض. ممكن؟ ممكن يا ماما، انا اصلا مش محتاجه اكتر من كده. انت فاكره ان انا لما بكدب عليكي ببقى مبسوطه؟ بالعكس، ده احساس سخيف جدا، بس حضرتك اللي بتضطريني اعمل كده. وانا مش هعمل كده تاني. كنت بقى تكلميه تخليه يجي عشان نقابله. هو مراد اللي قالك صح؟ مراد طلع اعقل واحد في البيت ده. شكرا. ادي الجمايل بس.